هسه فيش نار، هسه زي النار تبريد. لا لا، والدخن يطلع، الدخن يطلع زي المسحان مين؟ طبعا انت قول لي اعطيني خط انش. اليوم انا كنت في المحل، مرتي ولا هي بتتصل فيي بتقول لي ولعت الدار، ولا الاولاد بتقول الاولاد تحت، قلت لها اطلع من الدار، طلعت من الدار اتصلت بالاطفائيه، شايفتهم جيراننا وهم متصلين بالاطفائيه الثانيين، اجيت هون والاطفال المدني ما قصر والله كلياتهم فوق، والله كل شيء عملوه حطوه بالبرابيش والكمامات، واربع خمسه يطلعوا والله يعينهم، والله ما راح منيح ما راحوا اربعه فيهم، النار كانت مش مسيطرين، النار حتى بالحيطان طالعه، الحمد لله رب العالمين، فضل الله مش فضل انسان، الحمد لله الواحد بحمد الله ويشكره، نصيب ما الواحد بيروحش من نصيب، الحمد لله رب العالمين، ومشكورين الدفاع المدني والشرطه والامن الوطني والبلديه وكل الجيران العبوشي والصافي وكل جيراني اللي ساعدوا ووقفوا معنا واللي عملوا هذا، مشكورين لهم كثير الشكر احنا، والتلفزيون الفجر الجديد. بلغنا من عمليات الدفاع المدني في طول كريم بوجود حريق في منزل المواطن عبد الله ديدو، توجهنا الى المكان وكان هناك الحريق مشتعل في داخل الغرفه في داخل المنزل في الداخل، علما بان المنزل مساحته 125 متر، كان الحريق قوي جدا، استدعينا طواقم الدفاع المدني وسيارات الدفاع المدني، كنا نعمل بسيارتين دفاع مدني بالاضافه الى استدعاء تنك التزويد، وكان الحريق قوي جدا وقمنا باستدعاء تنك تزويد الامن الوطني وسلم بلديه طول كريم للاحتياط، واستدعينا جميع طواقمنا واستنفرنا المكان بسبب وجود كان الحريق بشكل كان قوي جدا. لا يوجد هناك إصابات، كانت صاحبة المنزل هي في المنزل وتم تبليغها من قبل الجارات بوجود حريق في منزلها وقامت وخرجت من المنزل إخلاء منزلها، وقام الدفاع المدني كإجراء وقائي بإخلاء جميع السكان من داخل العمارة، كانت العمارة مكونة من أربع طوابق، كان إخلاء جميع السكان إلى مكان آمن، وقمنا بعملنا في كدفاع مدني بإطفاء الحريق.